ماذا عن الصلاة على الطريقة الإسلامية؟ للأسف ليس هناك دراسة مماثلة عن تأثير الصلاة على الحالة الصحية للمسلم، لكننا يمكن أن نقول الصلاة التي أمرنا الله بها تتميز بالخشوع لله تعالى، تتميز بالطمأنينة الناتجة عن قراءة القرآن، وتتميز بالحركات التي يقول العلماء أنها مناسبة لتنشيط عضلات الجسم وعظام الجسد، والله أعلم.